السلامة، مرحبا بكم. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد، فيديو ان شاء الله يعجبكم. اليوم ان شاء الله باش نعمل لكم دجاج بالليبينار بالصوص بلانش، ان شاء الله يعجبكم. دونك ما حبيتش نخلط الدجاج اونتخ طون، حتى قادر حتى زيت يسخن. هوني بالنسبه للزيبيس عنا فلفل زينه، عنا كركم، جونجومبر، موطارد، شويه ملح وشويه بصل. دونك هذوما لي زيبيس. بالنسبه للدجاج ناخذ 4 تروفات دجاج مقصوصين، بسم الله، مقصوصين بالطريقه هذوما ونشرحوهم بالباهي. فوالا، باش نخلطوهم. دونك باش نخلطو الكل مع بعض لين يدخل فيه لوفيح بالباهي. ونخطوهم كيف ما خطيتكم، تنجمو تستغنو على الفلفل الزينه، معناها تحبوه مش احمر على خاطر صوص بلونش تجي بيضا، مي انا نحبو شويه امحرها. فوالا، هو نورمالمون من الاحسن تخليوه ليله كامله باش يشرب اللفاح نتاعو. دونك توا المرحله الثانيه. الوغ بعد ما سخن الزيت نتاعنا، نحطو طروف الدجاج نتاعنا في الزيت هذاك، نخليهم يتقلاو بالباهي، ومن بعد نرجع لكم نقولكم شنو باش نعملولهم. الوغ نحاولو نقلبوه دو طون زون طون باش يطيب من جهات الكل. نحبوه لين يحمر. الوغ هوني زدت كاس ماء مكثرش، ونزيد نحطو شوية كليل وشوية زعتر، شوية كهو سي بون. فوالا دونك نغطيوه ونخليوه لين يحضر الدجاج نتاعنا. نحطوهم نزيد فرات. الوغ بعد ما حمرنا الدجاج ناخدو الفيغاكس نتاعنا، خاطر من بعد باش نحطوه في الكور. ناخذو الكخان ليكيد نتاعنا، ناخذو الكخان ليكيد نتاعنا. ها نحاولو نخلطو فيها هاك الفاح نتاعنا الكل. هوني انا مش باش نزيدها حتى شي، حتى الفاح اخر باش نزيدها كان الفرماج. اي نوعية نتاع فرماج عندكم؟ هنا باش نزيدها ورقات البينار نتاعنا. بالطبيعة البينار نغسلو بالباهي، بالطبيعة البينار نغسلو بالباهي ونحيولو العواد نتاعو ونحطوه. هذا خليوها جوست ياخو غلوة صغيرة باش يذبل هكا ليبينار نتاعنا وكهو.
بعد ما حضرت الصوص نتاعنا كما نشوفوا هوني وذبل لي بينار فوالا جيو توا للمرحله الثالثه. الو المرحله الثالثه سهله ياسر. المرحله الثالثه ناخذو نحلو الفور باش نخليوها ربع ساعه ما اكثرش. ناخذو الصوص نتاعنا باش نحطها فوق هكا الدجاج وما نحكي لكمش على الريحه نتاع الصوص. نجمو هذا نعملو مع سلايطه الحمد لله. فوالا نحاولو نغمو كل اللحم الكل هنا هوني مازلتوش لا ملح لا فلفل اكحل لا حتى شيء خاطر ديجا طايب في حقه ديجا الفحات الكل موجودين فيه. دونك هنا مش باش نزيدو حتى شيء اخر. كاين الفرماج رابي فوالا ما قعدنا كان باش نحطوه في الفور بعد ما نرجع لكم نوريكم. الوغ هذا البوني نتاعنا حذا نحكي لكم شحال ريحة بوني بنين 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 على الله ما ذقتوش اما نعرف معنتها كان حاجات بنينة. بون بغيف ما قعدنا كان باش نسربيو في ديزاسيت حضرت معاها سلايطة خضرا شوفك الفرماج شوفك الدنيا شوفك الحالة سيلو ليك المرسو يبخر التالي من بعد الصوص هذيك انا ما نطيشوهاش نجمو نعملو بها فوالا قعدنا كان ديليسي من بعد نرجعلو.